ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة قداس أحد حاملات الطيب الذي أقيم في كاتدرائية البشارة في العبدلي بعمان بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، حيث تم نقل القداس من غير حضور المؤمنين الذين تابعوه من بيوتهم على أثير فضائية نورسات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. التفاصيل حول هذه المناسبة العظيمة في سياق التقرير التالي. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل دار الدائرين. للنسوة الحاملات الطيب قلت افرحنا ووهبت رسلك السلام يا مانح الواقعين القيام. بمناسبة تذكار أحد حاملات الطيب ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة قداس أحد حاملات الطيب بمشاركة قدس الأرشمندريت قسطنطين قرمش وقدس الأرشمندريت فنديكتوس كيال وقدس الأيكونوموس سالم دنات والشماس سوفرونيوس حنا، وذلك على مذبح كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في منطقة العبدلي بعمان. وأشار صاحب السيادة في كلمة ألقاها في نهاية القداس إلى أن الكنيسة في الأحد الثاني بعد الفصح تضع أحد حاملات الطيب لتسلط الضوء على العمل البطولي الذي قامت به تلك النسوة، والذي يتمثل بإقدامهن على الذهاب للقبر دون خوف من اليهود. نعم أبنائي، الكنيسة بتوضع أمامنا هؤلاء القديسين حتى تحيي في قلوبنا وتجدد فضيلة الشجاعة. هؤلاء النسوة اللي أخذوا قوة وشجاعة اللي ما كانت موجودة عند الرجال أخذوها هؤلاء النسوة وراحوا للقبر مع إنه الكل كان خائف من إيش رح يصير، الكل كان مسيطر على الأجواء، جو نفوذ الحكم اللي كانت موجودة، ولكن هؤلاء النسوة وقبلهم يوسف ونيكوديموس راحوا طلبوا جسد المسيح من بيلاطس، ما خافوا من إشي، وبالأخص ما خافوا من مراكزهم أو ما خافوا من نفوذهم إنهم يفقدوها، ولكن دخلوا وطلبوا جسد المسيح وأهلوا إنهم هم يكفنوا الجسد الإلهي ويوضعوه في القبر. قديش جميل هذا المشهد لما منشوفه أبنائي، ويوسف ونيكوديموس والنسوة حاملات الطيب مخدين جسد يسوع بعد ما عملوا كل المراسيم لدفنه في القبر الجديد اللي وضعوه فيه، ولكن هم كمان أهلوا إنهم يروا القيامة المجيدة. كما يشير لنا هذا الأحد إلى جرأة وشجاعة يوسف ونيقودمس في طلب جسد الرب من بيلاطس، فعلينا على مثال هذا العمل أن نتحلى بفضيلة الشجاعة الروحية التي تعطينا الحكمة لمقاومة الشرير وتجعلنا نضع محبة المسيح في مقدمة أولوياتنا، وتقدم لنا الدافع لنمجد الله في كل وقت. وأشار سيادته إلى ضرورة تنشئة الأطفال من قبل أهاليهم على فضيلة الشجاعة الروحية، مميزا سيادته بين الشجاعة والوقاحة،
فالأولى فضيلة علينا التحلي بها، أما الثانية فهي رذيلة، مؤكدا سيادته على أن فضيلة الشجاعة الروحية تمكننا من عيش الحياة التي يريدها لنا الله، والتي تجعلنا نصنع من أنفسنا قدوة لأطفالنا، ونكون من خلالها مواطنين صالحين بالمجتمع، ونعكس إيماننا على أعمالنا وحياتنا. بفضيلة الشجاعة مش بالوقاحة، انتبهوا أبنائي، في فرق ما بين الوقاحة وما بين فضيلة الشجاعة. هديك رذيلة وهي فضيلة. قديش مهم أولادنا إنه ما نخليهم شجعان بالوقاحة، ولكن نخليهم شجعان بالفضيلة، نخليهم شجعان كيف يمشوا بطريق ربنا بدون خوف بدون يأس، ويقدروا إنهم دائما يفعلوا الصح والصالح. قديش مهم إنه نربيهم من صغرهم بهاي القيم الروحية، بهاي السلوك المسيحية اللي لازم نحن كمسيحيين إنه نعيشها. قديش مهم إنه نعطي قدوة لأولادنا، نحن كلنا كل واحد فينا بمركزه يعطي قدوة، حتى نقدر إن نتحلى بهذا الإيمان الروحي، بهاي الثقة بربنا إنه تعطينا شجاعة، تعطينا عزة نفس، تعطينا قوة إنه نكون دائما بسلام مهما كانت اضطرابات الخارج كثيرة علينا. شوف النسوة حاملات الطيب قديش كان الخوف مسيطر، التلاميذ كانوا مختبئين خوفا من اليهود، الكل كان خايف لأنه أي واحد كان رح يطلع رح يتم القبض عليه، ولكن هؤلاء النسوة ويوسف ونيكوديموس اجترأوا وذهبوا وعملوا كل إشي لازم أن يعمل حتى يتمجد ربنا. ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين.